تابع اليوم الحضور ديالكم وهو تصويت ولا تكوين مجلس يعني مكتب مجموعة الجماعات الدار البيضاء سطات للتوزيع. هي مجلس جديد طبعا اللي عنده اختصاصات توزيع الماء والكهرباء والتطهير داخل جهة الدار البيضاء سطات، مكون من 165 جماعة ترابية وعدد الأعضاء 214. مجلس جديد اللي خصو طبعا مكتب. اليوم تمت تصويت على الرئاسة ونواب الرئيس وكاتب المجلس ونائبه. طبعا هناك مراحل إن شاء الله في الأيام المقبلة وتكوين لجان وبعد ذلك تكوين المقر الجديد والمهام المنوطة بهد مجموعة الجماعات. تطور كبير يعني على الصعيد الوطني، لأننا اليوم تكون عندنا مجموعة جماعات ترابية كنظن أول مرة، أكبر مجموعة جماعية لأن 214 عضو ليست بالهينة، مكونة من جميع الأحزاب السياسية. الحمد لله اليوم كانت تصويت بإجماع على جميع يعني أعضاء المكتب، وهذا في حد ذاته يعني عرب المسؤولية اللي ملقات اليوم على العاتق ديالنا. هما كلهم منتدبين من الجماعات الترابية 165، وطبعا هذا الانتداب خلى على أنهم عندهم مسؤولية ديال توزيع الماء والكهرباء والماء والتطهير داخل المجال الترابي للجهة، وخصوصا يعني المجال القروي. اليوم غادي تكون مسؤولية اللي موضوعة على العاتق ديالنا هو أننا نوصلوا هاد الوسائل كلها للعالم القروي والنهوض بالعالم القروي. أكيد هناك تحديات كثيرة، أكيد غادي خص واحد مجموعة ديال التجهيزات، ولكن اللي هو أكيد وهو أننا كنا إرادة ويعني وعزيمة على خلق من هذه المجموعة فضاء للتشاور وتكون التعاون وروح المسؤولية هي يعني هما السمات ديال جميع الأعضاء ديال هذه المجموعة الجديدة داخل تراب جهة الدار البيضاء سطات.